مرحبا، أهلا أهلا أهلا. لا أملك المبلغ. كيف يا بني؟ كيف؟ كيف يا بني؟ ما بك يا جد؟ ما هذا؟ أنت وقفت في الشارع، لا أظنك وقفت في المكان المناسب. لا أحد في الشارع سواي. وإن كان أنت بذلك تخالف قواعد السير وتعرض السلامة العامة للخطر. هيا انطلق انطلق. أنت تغالي كثيرا يا جدي. أنا لا أغالي، هذه هي الحقيقة. انطلق. أبدا لا أغالي، هذه هي الحقيقة. المكان الذي وقفت فيه هو مكان غير مخصص للوقوف، كما أنك كنت تتحدث في الهاتف أثناء قيادتك السيارة. تفضل يا جدي، هذا هو المكان الصحيح. نعم، هذا هو المكان المخصص للوقوف. احترام الأنظمة هو احترام للشريعة التي نعتنقها. ما الذي تريده يا جدي؟ لماذا اعتذرت لصديقك الذي يريد أن يقترض منك؟ صديقي يحتاج لمئة ريال، وكل ما أملكه 70 ريالا. إضافة إلى ذلك، إني مدين لصديق آخر بمئة ريال وعلي سدادها اليوم، ولم أستطع ذلك. هذه مشكلة. المشكلة في أنك وعدت صاحبك بأن تعطيه المبلغ اليوم. أليس من الممكن أن يكون صاحبك قد وعد شخصا آخر بأن يعطيه المبلغ في ساعة محددة اليوم مثلا؟ وما الفرق بين اليوم وغدا؟ سأردها غدا إن شاء الله. الفارق بين الوفاء بالعهد والنكث به، ثم أن الأعمار بيد الله. هل تضمن أن تعيش إلى الغد؟ وما عساي أن أفعل يا جدي؟ أنا سأعطيك المبلغ لصديقك. أشكرك يا جدي. لا تشغل بالك، عندما تحتاج إلى أي شيء فجدك موجود. أفهمت؟ لقد فهمت يا جدي. حسنا، توقف عند أي صراف آلي لأسحب لك المبلغ. توقف عند هذا الصراف الآلي لأسحب لك المبلغ. هل من مشكلة يا جدي؟ كلا كلا، سوف آتيك بالمبلغ. لقد حصلنا على هذا المال بمعاولة هذا الصراف الآلي. الحمد لله الذي خلق العقل البشري للإبداع والابتكار. إيه سبحان الله، علم الإنسان ما لم يعلم. هيا بنا هيا. عفوا يا بني، تأخرت عليك. ولكن هناك سؤال يراودني. ما هو؟ لماذا تتردد على هذه المدرسة؟ هذه المدرسة تعيدني إلى زمان عندما كنت في السادسة من عمري.
لم تكن مدرسة بهذا الشكل، وإنما كانت شجرة نحفظ تحتها القرآن الكريم. ما شاء الله. لا زلت أتذكر ذلك اليوم الذي اقتلعني والدي من مقعد المدرسة. ولم اقتلعك؟ كي أساعده في التجارة. امتهنت تجارة أفدت بها نفسي، أما أولئك الآخرين الذين خدموا البشرية فقد أفادوا الناس جميعا. هيا يا ولدي هيا تحرك. ما الذي حصل يا خديجة؟ أبي نوبة ألم شديدة سببتها الحصى في الكلى. هو ماذا قال الطبيب المعالج؟ سيعطيني رأيه في الصباح بعدما يطلع على نتائج التحاليل والأشعة، لكنه في أغلب الظن سيخضع العملية جراحية. لا قدر الله. أرجو أن يتم التخلص من الحصى بالأدوية. هل يعني ذلك أن العملية غير مضمونة النتائج؟ كل شيء بإذن الله ومشيئته. عملية استئصال الحصى تحتاج إلى فترة طويلة من الراحة. هذه مشكلة. زوجي لا يستطيع أن يترك عمله لأكثر من يومين اثنين، وإلا فقد عمله. في كل الأحوال الصحة أكثر أهمية من العمل. أتريد مقابلته؟ إنه في الغرفة. أريد، ولكن الساعة تشير إلى 8:30. تستطيع المرور من الردهة الجانبية بعيداً عن أعين الحارس. وهل هذا سلوك حسن يا خديجة؟ نفعل ما يفعله الكثير من الناس. تكرار الخطأ بالخطأ شيء معيب. يجب أن نلتزم بالقوانين التي تنهي الدوام في الساعة 8:00. الساعة 8:00 وقت مبكر جداً. القائمون على المستشفى من أطباء وممرضين هم أعلم براحة المرضى يا خديجة. بصحة وعافية. شكرا. حمدا لله على السلامة. شكرا يا عمي. أراك بصحة وعافية. الحمد لله. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. أخبرني، ما هي نتائج الفحوصات التي أجريتها؟ كما كنا نتوقع يا أبي، 5 حصوات في الكليتين تبلغ إحداها حجم حبة الحمص. عليك أن تتحمل هذا قدرك. قل لي متى موعد إجراء العملية؟ عليك أن تسألني أولا متى أذهب إلى العمل. ماذا تقول يا رجل؟ انتهت العملية يا أبي منذ 2 ساعة، وهو يستعد آخر النهار للانطلاق إلى البيت. فقط في هذا الكيس بعض الأدوية التي تساعد على إخراج الأتربة الناتجة عن تفتت الحصى داخل الكلى. وبعد غد إن شاء الله سيكون لدي يوم عمل عادي. أكاد لا أستوعب الذي أسمعه. أحاول أن أشرح لك الأمر. ألا تقول على الدوام يا أبي علم الإنسان ما لم يعلم؟ لست أنا الذي أقول، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول. وبما أن الله سبحانه علم الإنسان ما لم يعلم، فإن عاملا جديدا طرأ في ميدان الطب، والذي يختص باستئصال الحصى من الكلى. بتعبير آخر يا عم، فإن العملية التي تعرضت لها في شبابك وتم فيها شق كليتيك
لاستئصال الحصى منها أمست خبرك. أنت لم تتعرض إلى عملية جراحية في كليتيك؟ أبداً، كل ما في الأمر هو أن العقل البشري ابتكر آلة جديدة تفتت الحصى عن بعد. إنها تعتمد على إرسال أشعة معينة تدعى أشعة ليزر، وهذه قادرة على تفتيت الحصى داخل الكلى. هذا الذي حدث. باستطاعة خالد أن يمضي إلى عمله بعد غد كالمعتاد. هذا نتاج نعمك وفضائلك علينا يا رب. نشكرك اللهم ونحمدك ونتوب إليك من كل ذنب عظيم يا رب العالمين. يضايقك يا والدي؟ شيء ما يضغط على صدري لبضع ثوان ثم يزول. أخبرني، هل ما زلت مداوما على الدواء المضاد لارتفاع ضغط الدم؟ لا داعي للقلق، هذا عامل انتفاخ المعدة يضغط على القلب. أبي، نحن في أول الليل، هيا بنا إلى المستشفى. الدكتور، كيف حاله الآن؟ الحمد لله، إنه يتحسن. غدا صباحا سوف نخرجه من غرفة العناية المركزة. الحمد لله. أزمة قلبية ومرت بسلام. الحمد لله. يعني هل نستطيع رؤيته يا دكتور؟ أجل، تستطيعون ذلك، ولكنه حاليا نائم وأخشى إيقاظه. هل نقول غدا أنه بدأ يتحسن؟ لا أخفيكم سرا، لا يزال في دائرة الخطر. ثلاثة من شرايين قلبه مقفلة، وأي انسداد في أحد منها تماما يؤدي إلى الوفاة. والحل يا دكتور؟ عملية جراحية للقلب بأسرع وقت ممكن. متى تكون العملية؟ عند أخذ موافقة المريض. وما هي نسبة نجاحها؟ كل شيء بمشيئة الله. أنستطيع القول أنها عملية خطرة؟ سنفعل ما بوسعنا، والباقي على الله. ونعم بالله. تأخر حسام، أليس كذلك؟ ربما ينتظر المحامي ومعه الوصية. ماذا تتصورين أن يكتب والدك في وصيته؟ أتطمع بالإرث؟ والدك ثروته تتخطى 200,000 ريال. من أنبأك بذلك؟ حسام كان عمّه إلى أسراره. أيكون والدك المرحوم؟ لا 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 حول ولا قوة إلا بالله. ما الذي تخفيه عني يا خالد؟ أفكر أحيانا فأقول، هل سيكون والدك جاحدا لما قدمناه له في هذا البيت في السنوات الأخيرة ويعطي إرثه لأخيك طه برمته؟ ألا تنتظر مجيء حسام فترتاح؟ أمر هذه الوصية يحيرني. هو ذا حسام قد أقبل. أنت متأكد من فحوى وصية جدك يا حسام؟ بكل تأكيد يا أمي، وهذه نسخة من الوصية، تفضل. من أين أتت على باله فكرة أن يوصي لهذه المدرسة بربع ما يملك؟
رحمه الله يحاول أن يعوض عما حرم منه من العلم بإعطاء الجيل الجديد فرصة الاطلاع على التكنولوجيا الحديثة التي تفيد البشرية. كانت وصيته تتركز على إنشاء كل ما يزيد في العلم والمعرفة، تطبيقاً لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نون، والقلم وما يسطرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أمي، خذي هذا المبلغ. لما هذا المبلغ؟ كنت مديناً به لجدي، واليوم هو ملكك. بارك الله فيك يا حسام، سأخذه منك لأنه ليس حقي وحدي بل حق خالك أيضاً.